السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنات بنات جديد سعدت مباشرة من مدينة القصر الكبير مع قصة وتيرة قصة لدرجة كبيرة في المدينة قصة الفوية لاش اللسان عجز باش يليح فيها قصة على واحد الجر على القصر والله السلام وصافي ولا كيخلع ماشي كيخلع هو دابا اليوم على هذا وغدا تكون عليا وبعدا تكون على جاري وبعدا تكون على جاري هو كيحددنا العيادات ديالنا ايوا شي ماشي حق اذا نعود مجددا متبي الاوفياء متبي قناه شوف تي في مباشره من مدينه القصر الكبير في الواقعه المؤلمه والمؤسفه للاسف الشديد الواقعه اللي اكيد ان غادي تبقى فيكم بطبيعه الحال وتبقى في الصغير قبل الكبير لان الام بطبيعه الحال مكانه كبيره بطبيعه الحال في القلوب ديالنا في الانفس ديالنا. هذه ام مغربيه مدينه القصر الكبير وبالضبط في ولاد حميد معنا الشاهد اللي كان حاضر لحظه الاعتداء والاختطاف على الام اللي للاسف الشديد تكرفص عليها وداها وتكرفص عليه للاسف الشديد. نتمنى منكم انكم تبارطاجيو لاننا بغينا نوصلوا بالصوت والصوره المعاناه والمأساة اللي عشتها هاد الأسرة هاد الأم هي والابن هذا اللي تعرض للضرب والجرح وكذلك الأم اللي تعرضت عفوا للاختطاف والاعتداء من طرف شخص هنا بمدينة القصر الكبير. الصعصع اللي حول حياة وحول عفوا الصعصع مدينة القصر الكبير اللي حول حياة ومأساة مدينة القصر الكبير إلى جحيم ومأساة. ونتمناو نداء طبيعة الحال لرجال الأمن الغيورين على المنطقة باش يعملوا تمشيط لهذه المنطقة لأن هذه المنطقة تعاني في صمت للأسف الشديد. نعاود وكنتحمل المسؤولية ديال الكلام ديالي هذه ماشي المرة الأولى ولا الثانية اللي وقعت الواقعة في ولاد حميد. سبق القناة شفت بأن طرقت المواضيع عدة لمحاولة الاختطاف والاعتداء على أمهات للأسف الشديد. معنا شاهد عيان وابن مدينة القصر الكبير اللي هو غيور على المنطقة بطبيعة الحال ونتمناو أننا بغينا نوصلوا بالصوت والصورة المعاناة اللي عانوا هاد الناس مع الصعصع. صعصع اللي عايشهم في الرعب للاسف الشديد وخرج عليهم للاسف وكما كتشاهدوا الصوره ابلغ عن اي تعليق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واخا انت كنت حضرتي في الواقعه اللي وقعت؟ انا حضرت في الواقعه من البدايه الى النهايه. واخا حكينا غير شويه عليك. سيدي انا سمعت الغوت بحالي بحال الجيران. يعني انت الجار ديالو؟ انا الجار ديالو قريب ما بيناتني شي بزاف بينا واحد 10 ديال المترو. كنسمع الغوت. ما سمع اللي سمعت الغوت نوض فتحت الباب نوض كنطلل. كنصيف السيد تهجم على هاد الناس تهجم ودخل عليهم حتى الفراش فرع الباب ودخل عليهم حتى الفراش وضرب الراجل في قلب دارو تقريبا حوالي نقول لك الساعة الرابعة ونصف الصباح ديال الصباح دخل كيتهجم عليهم فرع على هاد الناس هرس لهم حتى بعدك حتى ضرب الراجل ضرب الراجل ضرب الدري ولدها ولدها ضربه في قلب دارو تكرفص عليهم مزيان اسمح لي لا قطعتك شنو كان هاز في يدو؟ هاز في يدو جوج ديال الشفاري شفاري صغار كبار كبار شفاري كبار جوج ديال الشفاري شفاري كبار دخل تعدى على هاد السيد ضربو في قلب دارو وهاد السيد هز الضربه وهرب مع الهرب على راسو خاف على راسو كما كتشوفوا انت شفتوا الضرب كي داير هرب مي هرب هرب له تبعو ما شدوش هرب له مي ولا الام ديالو ضرب الباب هرس الباب هذه كما كتشوفوا دخل راجعت الشرطه ورا شافت كلشي الحوايج مسيبه على برا هرس التلفازه ديالها سيب لها الحوايج ديال الزنقه هرس كلشي ما خلى حتى شي حاجه والسيده كتغوت بالله القدار وكيشدها من الشعر ديالها وكيلوح الزنقه وهي قد الام ديالو وهي قد الام ديالو ونقول لك اكثر من الام ديالو هذيك راه ماشي السن ديالها الحقيقي ديال 55 سنه السيده هذيك راه عندها اكثر من 60 سنه ديك السيده هذيك بديك الحاله وكيديها وكيتكرفص عليها اللهم هذا منكر
يعني انت حضرتي الواقعه هنايا ومن بعد خرجها خرجها شد لها في راسها شبرها وضربها في الارض وكيشبر لها في راسها وكيضرب لها راسها مع الارض وكتغوت مسكين وهي كتغوت بالله القدار. راه انتم شفتوا الحاله ديالها، شفتي الحاله ديالها كي دايره ولا ما شفتيش؟ باقي ما شفتيهاش الحاله ديالها، ما فيها ما تعب، اللحم ديالها كامله مكرفصه والوجه ديالها وشبرها من هنايا وتم غادي بها. واحد الوقيته هربت منه دخلت لعند للدار بغيت زعما نسر ديك المراه، دخل عليا حتى انا للدار بجوج تهجم عليك، حتى انا تهجم عليا في وسط الدار تهزم عليا ودقدق لي حتى انا الحوايج ديالي ودالي جوج ديال التليفونات وبجوج ديال الشفاري. يعني عشت الرعب ديك اللي عشت الرعب، وانا مازال كنعيش الرعب وخدام كيهدد العيالات ديال الدرب ديالنا. قال لك كيما ديت هذيك باقي ندي وحدين اخرين واخا زيد كمل. هادشي اللي غادي نقول لك، وباقي كيهددنا واخا من بعد مين داها فين داها شنو داها لواحد البلاصه هادي هي شي خربه هنا ولا لا؟ ما لا واحد الغابه كيقولوا لها العزيري، الغابه من هنايا حوالي شي تقريبا شي ثلاثه الساعات هو خدام داها تما كيمارس عليها كرفصها. مارس عليها مارس عليها على مراه تقريبا في مثابه الام ديالها. مثابه الام ديالها. تصور ان انسان يفقد السيطره على العقل ديالو، الام في مثابه الام ديالو، مراه كبيره السن، مراه اللي ربات وقرات وكبرات، واننا بطبيعه الحال الام اللي حتى الكلمات كتخولي للاسف الشديد ان الانسان في هذه العقليه يتهجم على ام ويديها الغابة ويتكرفص عليها للاسف الشديد ويماس عليها كما قال السيد اللي كان حاضر. للاسف هذا قدروا نجردوه من قمه الانسانيه. السيد هذا ما عنده علاقه بالانسانيه، السيد هذا حيوان للاسف الشديد، واستسمح على هذه الكلمات والعبارات اللي كيخرجوا للاسف الشديد. كلمات وعبارات مؤلمه وقاسيه للاسف، لان الام بطبيعه الحال مكرمه، واكيد انكم بطبيعه الحال عندكم جاره حداكم اللي في مثابه الام ديالكم كتعاونوا معها كتقدموا لها المساعده وكتحترموها. للاسف هاد الواقعه اللي وقعت في مدينه الاقصى الكبير واللي هزت الراي العام وهزت مدينه الاقصى الكبير والمدن المجاوره، للاسف نتمنوا من رجال الامن انهم يتدخلوا. وكما سمعتوا السيد الشاهد اللي كان حاضر وقال بان حتى العيالات ديال الدرب ولاو خايفات، حتى العيالات والنساء ديال الدرب ولاو خايفين، لان للاسف هاد صعصع اللي حول حياتهم للمأساة ولا جحيم للأسف باقي كيهدد فيهم. علاش كيهدد فيهم دابا؟ تفضل. ما فهمتش. السيد عجبه صحته وحنا ولادنا حنا يعني وليتو خايفين على راسك؟ الرعب. أنا وليت كنخرج بالشفرة وكندخل بالشفرة. أنا الحقيقة هي هذه، أنا كنهضر معاك وعاد كيحلف ولدي وكيهدد ولدي كيقول له غنذبحك. حتى لهاد الدرجة؟ حتى لهاد الدرجة كيقول لولدي غنذبحك. حنا شنو عندنا معاه؟ هذاك ماشي من ساهمنا. ما عمري عرفته، ما عمري جلست معاه، ما عمري تكلمت معاه، انا بعيد، ما عمري عرفت ان هذا السيد راه كيسكن بعيد علينا. جا لعندنا هنايا كيأذينا، اللهم هذا منكر، ولينا عايشين في الرعب. دابا انا البارح واليوم ما كليت ما شربت، وتا الخدمه درت منا مناقص. دابا وليتي خايف على وليداتك؟ وليت خايف على ولادي. انا ولدي في الصباح ديته للمدرسه بيدي وجبته بيدي، وبابي دائما بلجا. السيد هذا باقي مطلوق؟ هذا السيد مطلوق اليوم 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 السبعة ما قدروش عليه. لا السلطة سيدي دايرة الخدمة ديالها ومشات لعندو حتى للدار، ولكن هو ماشي في الدار، هو ماشي في الدار. هما قالوا لي راه كاين شي دار هنايا كيمشي يتخبع فيها، هو هنايا. السيد اليوم في الصباح شافو مع السبعة ديال الصباح وبقى كيعيط له. السيد عندو الموتور كيقول له ركبني باش يهرب، باش يهرب. السيد ما بقاش كيتيق يمشي على رجلو. السيد الآخر ما قدرش يركبو وسمح فيه، هو كيدور هنايا وشافو السيد. يعني دابا انتم ما حد هذا المجرم او هذا الصعصع ما تقبضش، ما تقبضش انتم في الرعب. احنا في الرعب، احنا في الرعب، احنا نسى ديال الحوم، كل شيء خايف، نسى كلهم خايفين، هذه هي الحقيقه، كل شيء خايف. هذا اللي نقول لك انا دابا، اللهم هذا منكر للاسف، خصنا نشوفوا له شي حل. هذا خصو شي حل للاسف. هذه الواقعه للاسف الشديد اللي اثرت في نفوس المغاربه، ان صعصع ديال الدرب، صعصع ديال الحومه اللي تهجم وتكرفص، تهجم على منزل وتكرفص على ابن والام ديالو، الام ديالو اللي هزها وداها للغابه للاسف الشديد المجاوره لهذه المنطقه ديال ولاد حميد. وكما قال الشاهد العيان على حسب القول ديالو بانه مارس على الام اللي بمثابه الام ديالو، الام اللي عندها ما يقارب تقريبا ازيد على حسب القول من 55 سنه. للاسف ما بقاتش ثقة، وما بقاش الاحترام، وما بقاش التفاهم للأسف الشديد، أن الإنسان يمارس على مرأة
مثابة الأم ديالو بالقوة ويتعدى عليها ويتكرفص عليها للأسف الشديد، وأنه باقي حرا طليقا للأسف. هذا نداء كنتمناه من المسؤولين ومن أي واحد عنده غيرة على المنطقة، لأن ساكنة ومنطقة ولاد حميد كامل المخلوعين وكامل كيطالبوا من رجال الأمن باش يتدخلوا عاجلا وآجلا. شنو هي المطالب ديالكم؟ أنا المطالب ديالي هو يتشبر ديك السيد، لأن ما حد هو مطلوب، أنتم عايشين في الرعب. حنا عايشين في الرعب، ما نكذبش عليك، وأنا بيدي مهدد، أنا ولادي مهدي، ما نكذبش عليك. مادام ديك السيد ما تقبضش وأنا خايف. يعني وليتوا خايفين كاملين بكم؟ أنا خايف ماشي بوحدي في أي لحظة. وليتي أنت جالس في الدار ديالك؟ أنا مخلوع، أنا جالس في الدار ديالي وأنا مخلوع. خصني هاد السيد هذا حتى يتقبض عاد نرتاح. عاد تقدر ترتاح؟ عاد نقدر ارتاح. السيد عمرك ما تقبض. وواحد القضية راني نسيت ما قلتها لك شي، من خرج المرأة وداها ومارس عليها ولا طلقها. شوية كمل تفضل. من خرج المرأة ومشى مارس عليها وطلقها ولا جا لعندي كيدق عليا بشهود الجيران. هادشي بغى منك ديك الساعة؟ ما عرفتش شنو بغى منك. باغي يهجم عليك ولا باغي يخوفك باش ما عرفتش شنو باغي يخصو مني، ما عرفتوش. ماشي كيدق عليا النوبه الاولانيه، جمي خرج السيده ولا جا لعندي كيدق عليا، وهاد الجيران كاملين كيشوفوا. هضروا معاه الناس جروه، يعني قالوا سير تحشم، كون تحشم، كون تحشم، جروه مشى بحالو ولا عاوتاني ولا جا لعندي كيقول لولدي انا ذبحك. عاوتاني هضروا مع الناس كيجروا، عاوتاني ولا جا لعندي النوبه الثالثه كيقول لي اجي نهضر معاك. يعني ما بغاش يحشم، ما بغاش يحشم. واخا انت شنو رسالتك لرجال الامن؟ انا رسالتي لرجال الامن هذا السيد هذا خصو يتقبض في القارب العاجل. هذه هي الرساله ديالي اللي كنوصل لهم. شكرا. اذا المتابعين الاوفياء متابعي قناه شوف تي في، كما سمعتوا هذه القصه الصادمه وهذه القصه الماساويه مباشره من ولاد حميد من مدينه القصر الكبير. كيف يعقل ان مجرم، كنسمعوا بطبيعه الحال ان المجرمين دخلوا سرقوا داروا فعلوا تعداوا ضربوا. عندك مشكل مع ولدها، خلي المشكل معاه، مع الابن ديالها، خليك بينك معاه. ما توصلش ان المشكل توصل تهجم وتتعدى على مراه اللي في المثابه ديال الام ديالك. تصورها، تصور لو كانت السيده هذه مك، تصور لو كانت السيده هذه مك. حتى الكلمات للاسف الشديد بعض المرات كتخون. نتمناو من رجال الامن انهم يتدخلوا في اقرب وقت ممكن من اجل انقاذ ما يتم انقاذه للاسف الشديد. نتمناو من المسؤولين ومن اي مسؤول عنده غيره على المنطقه انه يتحرك، لان هذه المره للاسف ماشي المره الاولى ولا الثانيه، كاين مجموعه ديال الوقائع اللي وقعوا هنا في نفس المنطقه، منطقه ولاد حميد اللي كتعتبر نقطه سوداء. نتمنى منكم انكم تبارطاجيو، لان هذه الام في مثابه الام ديالنا كامل بينا. بارطاجيو على اوسع نطاق، لان اعتبرها امك، اعتبرها الام ديالك. والله يسمع لنا من حق الوالدين، وتحياتي للجميع.